سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فصل في أحكام توابع المنادى. ما فصلك بحثك هذا باري أحكام توابع منادى يعني باسي خدي منادى ما نكدو لجلسي رابر دوا سلم جلسا باسي تابعي مناداك توابع الأخوايا بينج دانا كديارة أقر مثلا هر كام يقلو بينج تابعانا بو منادى بيني توا أوش خوي حالتي تايبت بخوي هي تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل تابعي ذي الضم يعني مناداي مفردي معرفة كمعرفة بوه جاء تابع بوه ذي الضم بينه ولا تابع كمزاف به جاء تابع مزاف كألي لسرنوي حالبي ألزمه نصبا نصبي بوبا لازم بجرى حمي شبابا نصوب به وكو أزيد ذا الحيل أزيد ذا الحيل يعني هو زيدي خاون حيلة خاون فيل مثلا أبا تحيلة يعني شارة سر كشاري للاية باشا واتا شارة ساس والله مثلا شارة دوزيتو أمانة شارة دوز إيسا مثلا أم ذا الحيلة ذاك أيسا أوي كتابع أبو زيدك أو ذايا ذا اسمك الأسماء ستة كإذا فكر يا ولا حيلة كحيلة كم زبد إذا تابعة تابعة أم تابعة تابعي شيء تابعي منادايك كزيد وكياك إذا وذي اللهم أو منادايا باشا أم جار أم تابعة كتابعي ذي اللهم كيا مزافيشة ألي شيء بسر نيا بسر ذاو بسر ونيا كواتا أشيها مش منصوب بي أوا ولواء منصوب حاط نسبة كيبا ألفا أما أوا جعلي تابع المنادى ذي الضمي الملافة جاءوا أهل الملافية لعبارتك صفة التابع صفة متابع دون ألقى أليل بسرنوية ألزمه نصبا نصبي بما لازم جر إذا كان نعتا أو توكيدا أو بيانا زمان نعت به يا توكيد به يا بيان به يعني ما باسي سيان ما نكر دواني ما والنسق ما والقل بدلا دواني أوشب أوشري وكو أزيد ذا الحيل أزيد ذا الحيل أوه. وأجاز ابن الأنباري رفعه ولابن الأنباري رفع كيش إجازة داك أو زور بندرته مثلا أزيد ذو الحيل شاهد لسر أساسي أو بيك أما بتبعيد للفزكية هرشن هو بو مثلا وصفي مفردة نقبو وصفي مزاف أولي أو وايل يكدوه وما سواه ارفع أو ينصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا وما سواه يعني ما سواي تابعي مزاف مزافي مجرد لأل باشا جا كوتي ما سواي أو شنش تقريتو يك تابعي هر مزاف بي ولا ألي بسرو بي أو يك يتر بدل بي ويك يتر عطف بحروف بي باشا جاء عطف بحروفك أوج داري دو باشا يا علي بسر يا علي بسر حالبي أو دوايا يوم وما سواه أي سوى الملاف المجرد من أل كالمفرد والملاف المقرون بها يعني سواي مزافي مجرد لأل كالمفرد يكون مفرد شاكا يعني أقل مفرد بو هروها والملاف المقرون بها وسواي أو مزافي كمقرون بألا حالبي نانا كالمفرد وكالملاف المقرون بها دو مثال بها إيه كان مفرد إيه كان ملافة ولا مقرون بألا أو توشيبك ليوا ارفع هم رفع كادروس هم نسب ارفع حملا على اللفظي بحمل بوصل لفزكي شون كان ملمومة هرشان أولا ملا ما يبينايا ولي برحل بلفزكي ويتي إما تابعك مرفوعكين لبر خاطري أو لفزة وكو يا زيد العاقل يان يا زيد الكريم الأبي أوي أول يان بو أوي كنعتك مفردة يعني مزاف الشبه مزاف نية دو ومك بو أوي مزاف ولي ألي لسالة هاو حالبي هل كانت واني مرفوعكي يا ويات تميم أجمعون بلان أو دوان أوان بو وصف يكي كان وصفي معرف بأهنا
يك كان وصفي مفرد يك كان وصفي مزافي معرف بأل آوى أم جاء تميم أجمعون بو تأكيد هم مرفوعي يان بري بو عتبان بري يا غلام بشر آوى أوايلك يا مرفوعي أو ينصب يا منصوب كحبل على الموضعي بحمل بصر محل باشا أخوي النوى أو كاتا يا زيد العاقلة يا زيد الكريم الأبي يا تميم أجمعين يا غلام بشرا حربي واجعل أو الفاعل في إطلاق آخر شعرك واجعل كمستقل نسقا وبدلا وق مستقل وين وق منادي مستقل لداني عتف بحروف لقلب بدلا ولي عتف بحروف نقبة تانية عتف بحروف كمجردا من آل كألي مسر والنبي وبدلا وبدل بدل بمطلقي با أو بدل حكم مستقل لها بلا مع عطف بياني وقت حكم مستقل نعم هل عطف نقوم بعطف بياني عطف عطف نساق جو وقت حكم مستقل لها كمجرد لألبي جاء فلمهما بس ما دام كحكم مستقل لها يعني تو ملموم ينك حيث يلم المنادى لشوينك كأقر منادى مرفوع كري يعني مثلا فرزن وايد يعني بلا أجر أما منادى بوايا مرف بلا مبني أبو لسلا يعني لو كاتدا تود يعني مثلا با منادى كمزافج به كان بونيه واي أم حسابي خوي بو بازكي يجي خوي لخوي أفكري لخدي تابعك كبدل يا عطف نسقي مجرد لألا آية أما مثلا مزافش فمزافة يا مفرد معرفة مفرد معرفة ما مبنية به لسر علامة الرفع أقل المزافش ومزافش بمنصوب فلمهما حيث يلم المنادى دي وانصبهما منصوبة حيث ينصب المنادى منادى منصوبة وإن كان المتبوع بخلاف ذلك با متبوع كما في الشواني أو يجبس أمرا ولي عطف أما وإن يكن مصحوب الما نسيقا باشا فلما أقل ما نسيقك يعني عطف نسقك مصحوب البي ففيه وجهان دو وجه تيادرست ولي يعني الرفع نسبي تيادرست هل وقت نعد أما ليرا والرفع ينتقى رفعك هل ده بجير دري حالوي ويلا وإن يكن مصحوب الما نسقى ففيه وجهان نصب وهو عند أبي عمرو ويونس والجرمي يختار لا أوان نسبك اختيارك ليه والرفع والرفع دوباره وهو عند الخليلي والمازني والمصنفي ينتقى أوجهك لا خليل مازني ومصنف أو رفعك بعشرة لا هل ده بجرد رفعك بعشرة لنسبك أما وفصل المبرد مبرد جاي كاري جاي كردنتو بين ما فيه أل التعريف لبين أويك واء لكبو تعريفه ولواء لكبو تعريفه فالنصب ولواني فالنصب يختار وما لا وأويك واء نبو يعني ألكبو تعريفه نبو فالرفع أصلا ديالي إن كان كالخليلي فكالخليلي لذلك قال المبرد المبرد إن كان كالخليلي فكالخليل خليل نزري وايا أوي فيو أو لدسي كابي أنا أبو ها لدسي رفع كابو أري والرفع أري إن كان كالخليلي فكالخليلي يعني معرف بقى وكا لك يبصر يقع لك أبو تعريف نبيه مثلا بو علي لمحية بوقوع الخليل وابي الرفع كباشا ولا وإلا أري إن كان كالخليلي دي فكالخليلي أو أو دي و أبي تري أها أري المر إن كان كالخليلي فكالخليلي وإلا أجر وكو الخليلنا فكيونسا والصمد يوعى علي حالبي جاء يونس لدسي كاميان بو وهو ما كان نسبك اختيار كريه باشا ما ففيه يعني وإن يكن مصحوب المان السقا ففيه وجهاني نصب وهو عند أبي عمرين ويونس والجرمي يختار باشا وذلك يعني أقر ألكب وتعريف بأوق يونس هنا كيه الله بجرده نسبك يعني سقسي أول والله ما أقر لكم الخليل وابي حرقية مش حكم خليل دي شنك الخليل ألكب وتعريفني
أمر وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة هم مصحوب أل يعني أمر باسي أيها كالنداء أيها أيهاي كمصحوب أل باشا مصحوب أل دوايا والصفة دي يعني صفة مصحوب ألك حالبي يلزم بالرفع أو صفة لازم بالرفع أيها مصحوب البعد صفة أو أيها أيهاي كمصحوب أل دوايا أو يتصفات باشا يعني بتصفات بو أيوك يلزم بالرفع لازم بالرفع شيء بالرفع به لدى ذي المعرفة لا أو كسانيك شناساي شناخيان يعني بو نحو هيا نحو ناس أم جاري وهي جقل ويكا إما اسم مصحوبك ألا دواي أيوك وبيرين مثلا اسم الإشارة ديرين وقت يوايا موصول ديرين بو يعني هو أي هذا أيها الذي ورد أي هذا أيها الذي هاتوا ووصف أي بسوى هذا يرد وأمر وصف أي كان بس سواي أمانك بس ما قرد ذكرته يا عشبه مصحوب يا ألبي يا أبي بهذا اسم الإشارة به يا أبي أبي بموصول به بغير أوسيان به يعني رد ذكرته قبل ما أكره أو يا كلا وأيها مبتدأ أول مصحوب المبتدأ الثاني بعد أي بعد أيها حال كونه صفة باشا كحال كوني أو مصحوب ألوابه صفة شاكا صفة به بل صفة لها يعني صفة به بو أيوكا لها أي لأي مثلا يلزم وهو الخبر وخبر لأنها أي أيو مهملة يعني يلزم بالرفع أيو خوي مبهمة يعني لازمك أبي أوي ببي بوشي شكا أيو مبهمة فلا تستعمل بغير صيلة هرجز ببي صيلة بكار نابري إلا في الجزاء والاستفهام ما قال الجزاء والاستفهام دي فلما لم يوصل يعني وقتك الصيلة دار نكرا تو ألزم باشا ألزم الصفة باشا لا صفة بوبا لازم يدراوا لتبينها تا أو صفة بيانك وهي معربة بلام صفتك معربة معربتية بالرفع معرب رفع لدى ذي المعرفة لا كساني خاوى المعرفة وكو يا أيها الإنسان إنك كادح ها الإنسان جاء أيها وهاد وقد تزاد فيها التاء للمؤنث جاري وهي تيشي تيا زيادة كريب ومؤنث وكو يا أيتها النفس المطمئنة ها أيتها تيا أمر ووصف أي باسم الإشارة وكو أي هذا وصف كريب اسم الإشارة وبالموصول وكو أيها الذي ورد آوى وكو أيها الذي أما جاء نا ووصف أي باسم الإشارة نحو أي هذا وبالموصول نحو أيها وكو أيها الذي ورد كهات شف قبيلة باشا جاء منه آلو بشيك أجر إما أيومان أيها من باسم الإشارة هين كربي أري باسم الإشارة يا بموصول مثلا هاتو يتين وصف دارمان كردوية بو اسم الإشارة كشاري أم شاعره كاري ألا أي هذا الباخع باخع الوجد نفسه لشيء نحته دي عن يديه المقادر أي أوكسيك باخع وجد يعني عشق بهلاك بري نفسيتي يعني الوجد فاعل باخعك يعني أي أو كسيك عشق بهي لأكبري نفسي أوى لبرشي لشيء لبرشتيك نحته المقادر عن يديه كمقادر يعني قزا وقدر لدس أوي در هنا أبو أو شيء أنا راحت حالبي يتني وتجوابك يتشي يعني شنك مثلا حتما شعرك يتلا دواي أمو هيا أو الشعر هناك تواوك نداك شن نيو ده ما هربو معرفي أي هربانك اللي يكريت نيو شيم قرك شيم قرقني أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحده من يديه المقادر مثلا لكويت يا شيكي آوا جوابك ناتو
ماشي. سأل أي فعول يهلبا يهلبا خي بغي هلبك أري أري يهاذل يهاذل با مفاعيل ماشي. خيع الوجه فعول دو نفسه مفاعل بحري طويل. يا بو موصول يا أيها يا أيها الذي نزل عليه الذكر ها الذي وتصفتي أيها ك ووصف ووصف أي بسوى هذا يعني ووصف أي بسوى هذا ها من أي بتفسيري هنا أوي ووصف أي بسوى هذا بسوى هذا الذي ذكر يرد على قائله ولا يقبل منه لا قبلنا في قائلك أما تاب وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة وذو الإشارة يعني اسم الإشارة وذو إشارة كأي يعني خدي اسم الإشارة هلوكو أيوايا لصفة دا كي إن كان تركها يعني أسي أقر اسم الإشارة جبوبة منادا شصفتي ببي وق أيو أشي صفتي ببي كي إن كان تركها أجر تركي صفتك معرفة بفوتيني يعني خلاصة أجر بو شناختك شناختي مناداك النياز من بصفتك بي حتما ببيري بل جاء أمجر وذو إشارة كأي في الصفة وذو إشارة كأي في لزوم الصفة المرفوعة لها بصفة مرفوعة إن كان تركها هي الصفة يفيد المعرفة فإن لم يكن جاز النصب باشا أو كليوا على أبي شروع يعني الشهر مرفوع به زمانك كتركك معرفة نفوتيني أما فإن لم يكن يعني أجا ترك صفتك معرفة نفوتيني نصب شيء جاز النصب ليرا وهو لا يوصف إلا بما فيه أل وهو اسم الإشارة وصف ناكر إلا بما فيه أل نبي حاربي وكو أيوة كنيا كبا اسم الإشارة وبموصوليش وصف دارك أم جارب في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب لا منادي مكررة مثلا سعد سعد الأوس جاء شاهد وش بشي بلا شعر بلا مش شعر وش تكيني هنا هو لبني هنا وش عليك هادي أي سعد سعد الأوسي كن أنت مانعا ناري. ويا سعد سعد الخزري جين الغطاء غطاري فيه ويا سعد سعد الخز بلي خزري جين خزرجي بلي خزرجين بلي خزرجين الغطاري فيه غطاري فيه سجى أم تحليل لسر ونكر أم شعريت لي هاورد ودوها لما نندي سعد سعد الأوسى دوامك كسعدك يا إزافك لا أوسك أأوى منصوبك يارى أولك مزاف له بيوانية ولما وتو ملموم يشي بك وافتح مفتوح بك يعني مبنيك لسلم ومفتوحك يعني منصوبة كما ملموم مفتوحك ملا أولا أولك مفتوحك وملموم يشي كما زي بخونه يا سعد سعد الأوسي يا بخونه يا سعد سعد الأوسي هر كامل لوانا بكي تو تصيب يعني إصابة أبي باشا وكوشي بغي وفي نحوي يا سعد سعد الأوس ويا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي باشا أروها وكل ما كرر فيه اسم ملاف في النداء وهرشي كواتك لك لواء اسمك مزاف لنداد ينتصب ثاني دومك منصوب به ولي أنه ملاف سعد الأوس أو مزافيته زيد اليعملات زيد اليعملات كيزافك ولا يعملكان ولي ولم وافتح أولا تو ملمومك ومفتوك أولاك تصيب أما اللمو فلأنه مفرد معرفة حقه هذه وأما النصب أما نصبك يجب بحكم أمية فلأنه ملاف إلى ما بعد الثاني يعني ولا نزل إليك أو مثلا زيدا زيد اور او جري اضافه ولا ما بعد دوبك هي يعملاته باشا يا وايل وايلي علي باشا وهو تاكيد عند السيبوي دوبك
بلاي سيبوهي وأبيت تأكيد. وقال المبردون خلنا والله إلى محذوفين. يعني نيها علي مسايسا نيها سعد الأوسي سعدي أول يشهر إزافة ولا أوسكا سعدي دو مكب وتأكيدي أولا كذكر كراوة أصار أولا قد عايش وقال المبردون والله إلى محذوفين هدو ما كان تفسيره كاتو يعني مثلا يا سعد الأوسي سعد الأوسي حاضر اها والفراء كلاهما الى ما بعد الثاني فراج الاولى هرك ولا ما بعد دو ما كان تقريبا شاهد هلا برو بشنك دو ما كان تاكيده حاضر هر هر كان بيك حساب كله تاكيد مؤكد شاهد برو جائسه باغي البتاء لو مثلا ليدو مكا سعد الأوس يان يا زيد زيد اليعملات أتواني مثلا أم زيد دو مكا منادابه ولي أوي تنيوك ولي يا زيدو أو منادايا يسي يا زيدش خلنو هر منادايا شون كمزافر لك ليه محزوفة أما دو مكا قال زيد اليعملات أتواني مناداش نبي علي كاكا توكا علي يا زيدو منظورة كام زيدا ولا أعني زيد اليعملات واي أول يوم مسات واني هني كي بك مفعول وفعلك مقدس أم جارة يا نخير أم يشر خوي من أدائك يتر ولا حس في حرف نداك اللي كريا يا هو زيد زيد يعملات يعملات جمع يعمل يعملتنا يعني واشتري قوي وتنو من دو أمانة أي زيد يوان يعني صاحب يواني زبالي يعني فشمردو لاغر وأمانة يواني تطاول الليل عليك باشا شول سرتو بدريجي كيشا فنزلي دابز يعني يا دابز بميوان يا بشي او واتا شو كدريجي كيشا وانا دي اسامة اللي او جاءوا يا سعد الاوسي ما نبو خلي رو دوبارا يا سعد سعد الاوسي يا سعد سعد الاوسي يعني كبانو ها اي سعد سعد الاوسي كن انت مانعا مانع بمانع شيء ويا سعد سعد الخزريجين خزرزين خز نصب كسر نسيه ها خزرايا ابي واحد دونك خزرجيني والله خز رينوسي ما صح هاي علامه علامه خيبه كسر نسيه يا سعد سعد الأوسي كن أنت مانعا ويا سعد باشا مريخ ماشي جوري خزريج خزريجي خزريجين أبهر خزريجين بيقى خزريج خزريجين الغطارفي أم جارة أجيبا إلى داعي الهدى باشا إلى داعي الهدى وتبو من الله في الفردوس زلفة عارفي هني نكره معناه نكرته وما قد وعي تمشاكي بكم جاري ليقرأ التاسع موافق إن شاء الله.